السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين. مرحبا بكم في تتبعي إبداعات تطريز مع مريم. إذا إن شاء الله في هذا اليوم هذا غادي الأغلب يملي نزيد لكم طريقة باش يعني تحيدي المشكل ديال القطرة ديال الزيت في الأجواب نهائيا. الأغلبية قالوا لي كيفاش تبت راه ما عرفناش كيفاش نتبتوه واليوم غادي نوري لكم الطريقه ديالو. اذا ان شاء الله غادي نختاروا توب يكون ديال القطن. هذا اللي ما عندهاش توب تاخذ توب ديال الليكرا اللي كيتجبد، المهم توب ديال القطن، او لا شي تيشيرت قديم كتقطعيه حيت هو تيكون ديال يكون المهم يكون ديال القطن باش يعني ياخذ الزيت الكثير، يعني حيت الا درتي ديال النيلو اكيد ملي النيلو هو غادي دغيا غيقطر. هذا ديال القطن، لا ديال القطن يعني الثوب ديال القطن كيشرب الزيت مزيان. اذا غادي نوريكم الطريقه باش غنثبت حتى الثوب. اذا هانتوما غتشوفوا هذا الطرف ديال الثوب، انا الطريقه كما فين دخلته، يعني دخلته في اللور ديال هاد الحديده هادي اللي كتكون ديال الليبرا. هذا كنطلعو الفوق، نتوما كما كتلاحظوا نطلعو لعند هاد الفيس. هذا انا هذا اللي كنت درت في اللي كنت جربت به التجربه كان صغير. هانتوما غادي تشوفوا حتى اللي غادي يكون هاد الجهه هادي غادي ندورو باش نثبتو مزيان. اذا هانتوما كما كتلاحظوا يعني غادي تردوا معايا الباب، هاد البلاصه هذا فين كضرب الابره، يعني هاد الثوب هذا خص يجي مع هاد الحديده هذه، يكون الثوب القطن كما قلت لكم ولا شي ثوب ديال تيشيرت يكون قديم. هكا تنقطعوا، المهم هذا غادي ندور لهاد الجهه هذه باش هاد البلاصه اللي غتبقى هاد الحديده هذه اللي كتمشي معاها الزيت ما تقيش ليا نهائيا الثوب. وغادي نحاول ما امكن نديروا هاد البلاصه هذه ونجمعوا. نوريكم من الفوق. اذا هانتوما كتلاحظوا هذا اللي تيكون هنا من الفوق غادي نجبد هاد البلاصه هذه. المهم غير نرد البال نحيد على هذا، نحيد على هاد العوينه هذه فاش كنديروا فاش تيكون الخيط. انتي كتشوفوا هنا غادي نحطو مزيان باش يجي مثبت فيه، يعني راه انتي كتلاحظي يعني حتى ملي كنركب الخيط وهذا ما يعني ما حتى ملي كنخدم انت كتشوف يعني هاد الخيط هاد الحديده كلها وصلها هاد الثوب اللي غادي يبقى يشرب لينا الزيت اللي غادي تبقى تقطر لينا في الثوب ملي كنخويو في هاد العوينات هادو اللي تيكون هنا في الفوق، هاد العوينه هادي وهاد البلاصه هادي. المهم ونزير هاد الثوب مزيان باش ما يتعكس ليا في شي بلاصه. نحاول باش نختار الثوب ديال القطن لانه بالامكان نجبدو ونزيرو. نتبتو مزيان ونتاكد بان هاد كتحرك مزيان، بانه راه كيتحرك مزيان هانتي كما كتشوفي، وبان هاد البلاصه هادي هاد العوينه هادي ما كت يعني هذا باش ما يقيس ليا هاد البلاصه هادي. اذا ان شاء الله نمشيو مع ما غاديش ننسى. واحد الاخت داسف اكثر من مره صيفطت لي على ود الخيط ديال السرجي اللي كان نستعمل. اذا الخيط ديال السرجي هو هذا، هذا هو الخيط تاع السرجي، يعني هذا كيتبع بالعبار كتاخدو فيه. انا كنستعمل الماركة البروميير شوية، يعني داك اللي كناخدو ب10 دراهم انا كناخدو ب20 دراهم تيكون احسن. اذا نمشيو ان شاء الله مع الرشمة ديال اليوم.
اذا هانتوما كتشوفوا هنايا بانني كيما حزمته في هذه البلاصه هذه جمعت هذا الثوب، لان راه ممكن باش نحلو الا غادي نكثر الزيت عاوتاني هنايا كثر باش نكثر مزيان باش نكثر فيه الزيت مزيان. وجمعت هذا الزائد ديال الثوب هنايا جمعته ودرت ليه الفنيتات هانتي كيما كتلاحظي باش يتبت اليوم وما يديرونجينيش في الخدمه. اذا غادي نبداو الخدمه ديالنا ان شاء الله. هذا الثوب ديال المبرة غادي نخدمو بسق الابيض، وهنايا الخيط ديال السوج العادي ديال النيلون. اذا غادي نبداو الخدمه ان شاء الله. غادي نخدمو هاد الوردة، اول حاجه غادي نخرجو هاد العروش من الاولين اللي دائما تنقول لكم، ومن بعد نكملو على الشكل ديال نكملو التطريز ديال الوردة. دائما كنخدموهم رقاق ما كنخدموهمش رقاق. الخيط الابيض الخيط ديال السقلي في اللون الابيض كنخدموه غير بالخيط ديال السوجي، لانه الخيط هو ابيض وسقلي ابيض يعني ما كيبانش فيه، ما كتكونش فيه ديك السبانه دائما اللي كنقول لكم اللي كتكون في الطرزه. اذا غادي نطرز هاد البرده هادي، بغيتكم تردوا ليا البال شويه الطريقه باش غادي نطرزها. اولا كما كتشوفوا هاد العريش هذا راه انا مع الضوء ديال الفلاش ديال التصوير هنايا، يعني ملي طرزته بهاد الطريقه هادي ما كانش بان ليا، ملي هنا بان ليا بحال خاوي، يعني غادي نعاود عليه. بالنسبه لهاد الورده هذه الاغلبيه ملي كيطرزها يعني بحال الا كي ما كي هاد الدخلات هادو ديال الوريقات ديال الورده ما بقاوش تيبانو. هنا الا غادي نخدموهم بصدبة الماما راه كنخدموهم وحده بوحده، يعني ما غاديش نبقاو نخدمو ندورو. انا ملي كتشوفوني راه غير السرعه، يعني انا متحكمه في يعني متحكمه في المرمى، متحكمه في السرعه ديال الماكينه. هنا غنقول لكم خص هادي تخدم وحده بوحده، ما تخدمش نهائيا بسرعه وهكا كدور المرمى، حيت كتجي هاد القنيت هذا ما تيبقاش يكون. اذا هنا قربت التصوير باش يبان لكم مزيان. اذا غادي تردوا لي البال غادي نبدا من هنايا في الوسط، وغادي ندور هادي نخدمها غير بوحدها، وغادي يمشي غادي تخدم. غادي تلاحظوا هذا يعني ما غاديش يجينيش انا هاد الخط هذا راه باين شويه مايل. بسم الله. يعني راني كملتو، يعني هنا ما غاديش ندخل لهاد البلاصه هادي، حدي هنا في الوسط. داكشي علاش كتجيني ديك الورده كتجيني بومبي يعني مكونفله. غادي نجي غادي نبدا في الجهه الاخرى هادي، يعني كنحاول ما امكن ما نمشيش يعني
نخدم غير في هنا في المركز، نخدم هذه بوحدها وهذه بوحدها، بحال الا كنخدم شي وريقات. هنا راه هكا غادي كندور. انتما كتشوفوا هنا الورده كيبانت. اذا هنا غتبان لكم الورده بانها راه باينين. هاد البلاصه هادي دائما خاصها تكون خاويه باش تبان لنا ورده عامره. اذا نكملوا مع الوريقات. دائما هاد السقل ديال البيض خاصنا نتقلو فيه الخدمه لانه هو رقيق، ما دارش بحال السقل الذهبي. السقل الذهبي هو غليظ شويه. لا هذا، لا هذا رقيق. الوريقات كيبغيو غير شويه ديال التعلم، ديرهم شويه ديال الصبر فقط لا غير. وهاد العروش هادو دائما كنقول لكم انا راه كنرسمهم على شكل نصف دائره، وكنجي لهاد البلاصه هادي كنقوسها غير بشويه باش يعطيني جماليه للعروش. البلاصه اللي كتبان لينا خويا كنعاود عليهم. اذا كنتمنى ان شاء الله بان هذا الدرس ديال اليوم او الفيديو ديالهم ينال الاعجاب ديالكم. ودائما الصور اللي كتشوفوا انا مشارك ممكن تضغطوا عليهم، يعني كتدخلوا في دروس جديده. والى فيديو جديد ان شاء الله.